انا كنقول لا ياخذ فيهم الحق، كنقول انا ما عنديش، انا ما عندي لا طوموبيلات لا ديور لا شي حاجه، ما عنديش انا مع حتى شي فرق بدويه هي اللي كدير لي السينيال. كون كان بغيت نخرج انا للقناه ديالي ندير مثلا فيها داك الشيء مقري وندير سميتو كون راني وصال، ولكن انا ما بغيتش. صافي عرفت بلي هو القناه ديالي كتعرض للسينيال، وانا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل في هذوك اللي كيسينيال يديروا لي السينيال. السلام عليكم مشاهدين ديال الناس اللي جاوا عندي ديال اشواق تي في، تنشكرهم هما في الصراحه اللي تيجيو باش يعاونوني مساكن، كل ما شافوا عندي شي ازمه تيجيو عندي. كنشكركم وكنشكر قناه اشواق بزاف، تنشكر خوتي المغاربه. المهم اخوتي كما كتعرفوا انا فريده وزرا مريضه ليا كما كتشوفوا في القناه ديالي قناه نوال تي في. ما نكذبش عليكم، نهار تخلص ديك الخلصه الاولى وشركتها معكم ديك الساعه معاود تخلصت، وكيجيوني السينيالات بزاف في الفيديو ديالي اللي كندير، كيجيوني السينيالات بزاف بزاف في الفيديوهات ديالي. ما كرهتش اخوتي تعاونوا معايا لو جهاد البنت ولا جهاد السكنه اللي ساكنه، وكون شفتوا على حراره دابا بالقصدير ها الولد يقول لكم، يعني انا ما كنطلب لا سكنه لا والو، كنطلب غير من الناس اللي زعما واصلين. وهي دابا هاد القناه تبارك الله واصله وداك الشيء، وكيجي مسكين عندي الدري، وكيجي ملي كيشوفني هكا شي ازمه تيجي زعما يصور معايا، وداك الشيء كنبقى فيه. ما كرهتش من الناس اللي واصلين وخوتي المغاربه يتعاونوا معايا غير في القناه، ما جيش زعما يتعاونوا معايا شي حاجه. والولد راه شاف القناه ديالي، اقسم بالله العلي العظيم ما كاملتها 4000 ريال ما كاملاش من نهار شديت داك الخلصه الاولى، والولد هو شاهد على هذا الشيء اللي كنقول، ماشي كذوب ولا شي حاجه. وكنتمنى منكم باش تعاونوني وتدعموني في القناه ديالي، انا ما كنطلب والو، ديروني اختكم ديروني بنتكم، ديروا هاد البنيه هادي الا وجه هاد البنت راه مريضه. وعندي دابا تحليله والله العظيم 20000 ريال طالبين لي ديال داك الدم الابيض باش نديرها لها، والرام ديال الدواء هو زعما الا كانت اسمح لي الولد نوريكم، وراه شاف كلشي بعينو. كان اخويا وقفت من نهار الخلصه اللي جيتي عندي، من ديك الساعه ما عاود شدي حتى شي ريال، راك شتي كلشي بعينك، يعني باش سميتو كتعرض لي السينيالات كتسينيالي لي القناه ديالي بزاف. وانا زعما حشومه عليكم، انا راه غير مرا كنخدم غير على ولادي، ما عنديش وعندي البنت مريضه. بالعكس نتوما زعما تعاونوا معايا، ماشي كنهضر كنهضرش انا على الناس حتى تعاونوا معايا صراحه الله، ولكن زعما انا كنعرف شكون اللي كيدير لي السينيال. لحقاش الفيديو كنحطو كيبقى في 100، يعني كنحطو بحال دابا واحد الفيديو حطاه بقى في 100 ما 100 مشاهده، يعني عندي لي زابوني، ولكن صافي عرفت بلي هو القناه ديالي كتعرض للسينيال. وانا كنقول حسبي الله ونعم الوكيل في هذوك اللي كيسينيال يديروا لي السينيال. انا ما باغا حتى شي حاجه، غير نخدم على ولادي ونخدم على البنيه ديالي اللي مريضه، وحتى هي باغا دير مستقبل، باغا تقرا، باغا يعني عندها طموح. علاش من زعما ما تعاونوش معايا في القناه ديالي؟ انا ما تنطلب حتى شي حاجه، ما تنطلب نقول لكم عطوني فلوس، ما تنطلب والو، كنطلب انا حاجه وحده، انا جيت تنطلبها منكم خوتي المغاربه والناس اللي واصلين، القنوات الكبار اللي واصلين، تنطلب منكم تعاونوني. نستاهل زعما المعاونه، انا نستاهل المعاونه، يعني بحالي بزاف بحالنا زعما اللي خصو يستاهل تعاونوا معانا. وكون طلعت كون كان بغيت نخرج انا للقناه ديالي ندير مثلا فيها داك الشيء مقري وندير سميتو كون راني وصال، ولكن انا ما بغيتش بحكم الناس اللي متابعاني كتقول لي انت انا اول محترمه خليك محترمه. صراحه شي مات برا كنفكر فاش توصل فيا العظم، راه كنفكر ولكن كنقول للشيطان لحقاش. كتشوف دابا هادشي اللي ولا طالع في اليوتيوب، اما بنادم خصو يكون مقري، اما بنادم خصو يبقى يتساب. حنا ما بغيناش نديرو داكشي، كنبينو حقيقتنا، كنبينو الروتينات ديالنا، كنبينو داكشي الحقيقي، داكشي ما بقاوش بغاو. ما فهمتش والله ما عرفت، الله يدير حتى ولد الخير وصافي. انا شكون اللي تيسينيالي لي القناه بدويه؟ ما عنديش انا مع حتى شي فرق، بدويه هي اللي كدير لي السينيال. والله خوتي ما عاود شديت شي ريال، قسما بالله العلي العظيم ما عاود شديت شي ريال من نهار شركت معكم الخلصه ديالي. من ديك الساعه قلت لك زعما هذا الرزق اللي راكي دايره به شانتا به انا نحيدو لكم. ما كنت فرحانه بديك فلوس، كون كانت مستمره فرحانه بها، لحقاش عندي الدواء وعندي مصاريف وعندي، ولكن عندي رجاء رجايه في الله وفيكم وفي الناس اللي معروفين وقلبهم حنين يعاونوني. ها وقفوا لي لا والله ما كنتخلص قسما بالله، وخلاص راه المشاهده كتحكم، يعني بنادم راه الحمد لله كلشي عارف وكلشي فاهم. دخلوا للقناه ديالي وغادي تشوفوا كلشي بعينيكم، كنحط الفيديو ما تيبغيش يطلع ليا، باش كنمشي كنلقى السينيال عندي سينيال القناه كتسينيالالي. منين كنهضر معاها وفضحتها وداك الشيء، يعني هي ما ناضتش تجاوبني، جاوبتني في فيديو واحد اللي كانت سباتني قالت لي سيره الحراميه واش انا طاشرون شنو، رجعت دابا كل ما كنحط شي فيديو كدير له سينيال.
يعني القناه كتسيني على لي بزاف. صافي داكشي باش هبطات هبطه واحده، ما بقيت لا كنتخلص لا والو. ما الحمد لله في النوبه الاولى كانت المشاهده غاده، كانت الحمد لله زعما كنت فرحانه الصراحه. هاد الله كون بقات لي غير ديك 16000 ريال ولا غير 20000 ريال في الشهر نشدها شهريا انا فرحانه. وانا تنترجاكم اخوتي المغاربه الله يسهل اليكم والناس اللي مشهورين، يعني هاد الميساج ديالي توصلوه. راه ماشي راه انا محتاجه والله العظيم الا محتاجه، عاونوني غير على وجه ولادي كاع، الا ما انا ما بقيتش فيكم عاونوني الا وجه ولادي، على وجه بنيتي اللي مريضه يلا عندها 16 عام، يعني هي باغا مسكينه تقرا باغا توصل باغا، راه كطيح ليا راه كلشي عارف وكلشي شاهد، ورا ميكا ديال الدواء والتحاليل وباقي ما كاين حتى شي حاجه. انا غير باش نلقى باش نبدل السكنه ديالي وباش نلقى نداوي البنيه ديالي وصافي. هادشي اللي باغا ما باغا والو. انا خويا المحتوى ديالي شنو كندير؟ كندير مثلا كندير روتينات داكشي، كندير مثلا طيب، كنشارك معاهم اي حاجه كنديرها، نخمل هادشي اللي قسم الله. ولكن مؤخرا فاش شفت الفيديو ما كيطلعليش، ما نكذبش عليكم ما بقيتش كنقد نحط، لحقاش كنحط ما صافي كان القناه هبطات ليا هبطه وحده. شتي القناه هبطات ليا هبطه وحده، حسبي الله ونعم الوكيل. عمر صيفط لها، لا ما عمر صيفط لها، ما عمر هضرت معاها، ما عمري شي حاجه. كنقول انا حسبي الله ونعم الوكيل، لحقاش انا ما عنديش وما خدامه وما حتى شي حاجه. يعني هاد القناه هادي ما كرهتش تكون كانت طلعت ليا باش نتعاون مع بنتي ونتعاون مع اولادي ونبدل القرينه بدلي السكنه اللي انا فيها وبزاف د الحوايج بزاف بزاف. ما غاديش كل ما نطلع نبقى نشكي، راه الظروف ديالي راه كتحكم على كلشي، الفيديوهات ديالي راه كيحكموا، وبنتي راها مريضه كلشي كتشوفوه بعينيكم اخوتي. دابا حطيت شي فيديو وقيله شي 4 ايام هادي ولا 5 ايام ولا 6 ايام ما عقلتش، المهم راه كاين اللي يدخل الفيديو ديالي يلقاه. باقي خويا يلا في 100 100 الناس اللي شافوه، مش شحال هادي كنت كنحط الفيديو كيطلع ليا بالزربه اللي يدخلوا الناس ويشوفوا، ولكن بقات القناه كتعرض للسينيال السينيال السينيال. صافي هبطت لي هبطت لي في خطره من ديك الساعه. دابا يلا عندي شي ما كاملاش 4000 ريال ديال الفلوس اللي عندي في القناه. انا كنقول الله ياخذ فيهم الحق، كنقول انا ما عنديش، انا ما عندي لا طوموبيلات لا ديور لا حتى شي حاجه، انا باغا نخدمي على بنتي، ما عندي حتى شي حاجه. راكم شفتوا عندي غير هاد القناه، كوني قيلوني ويعاونوني شويه فيها، وما كرهتش الناس اللي مشهورين يعاونوني فيها. وانا كنطلبكم وتنترجاكم المغاربه والناس زعما اللي طلعوا القنوات، زعما اللي عندهم القنوات طالعه، واخا اي واحد راه ضرب تماره الصراحه على القناه ديالو، ولكن الصراحه زعما انا راه محتاجه. وتا انا اقسم بالله العلي العظيم لاربع سنين وانا حلاها، ماشي زعما راه عاد حليتها البارح وجيت كنقول لكم خصني نطلع، اربع سنين وانا حلاها باقي ما سخرش فيها ربي. وكنطلب من هاد ان شاء الله هاد اللقاء اللي درت مع اشواقع يشوفني شي واحد زعما ويرحمني على وجه الله وجه ولادي، شي واحد اللي مشهور مثلا يرحمني ويتعاطف معايا. لحقاش راني تنعاني اقسم بالله العلي العظيم، لاني كنعاني واحد المعاناه خاصه. يجي ويشوف بعينه، هذا اللي غيجي عندي يجي ويشوف بعينه. وهذا الشيء اللي نقول لكم. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.